ينضم إلينا من لندن مشاهدينا الكرام مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. أبو بكر، يعني بعد تعرض عمال الإغاثة لهذه الأحداث، وزارة الخارجية البريطانية تستدعي سفير إسرائيل لديها، ووزير الخارجية البريطاني أيضا يعني يصرح بأن مقتل عمال الإغاثة هو أمر غير مقبول. يعني ما مضمون اللقاء الذي تم اليوم بين وزير الخارجية والسفير الإسرائيلي في لندن؟ صحيح، بداية ليس فقط وزارة الخارجية البريطانية، لدينا رئيس الوزراء ريشي سوناك صرح بأنه يشعر بالغضب والصدمة من نتائج هذا الهجوم ومقتل 3 بريطانيين. لدينا الخارجية طبعا قامت باستدعاء السفيرة الإسرائيلية، اجتمع مع هذه السفيرة وزير التنمية في الوزارة في الحكومة البريطانية أندرو ميتشل. الاجتماع استمر لنصف ساعة، كان فيها الحوار هو عبارة عن نقل رسالة واضحة بتوبيخ الحكومة البريطانية وغضبها الشديد من الحادث الذي أدى إلى مقتل 3 مواطنين بريطانيين من ضمن 7 قتلوا في الهجوم، بينهم 1 فلسطيني وعدد من جنسيات أخرى. ليس فقط الخارجية، لدينا وزير الخارجية أيضا قطع إجازته وعاد لمزاولة مهام عمله، وطالب إسرائيل بفتح تحقيق شفاف ومعمق ومشاركة نتائج هذا التحقيق مع الجهات المعنية، مع بريطانيا ومع دول أخرى ومجتمعها الدولي. المعارضة حتى تحدثت على لسان زعيم المعارضة السير كير ستارمر، انتقد بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 3 بريطانيين، وطالب بالتحقيق، وقال أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ترتكب فيها إسرائيل هكذا اعتداء على العاملين في مجال توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية، وطالب بضرورة وقف الحرب. إذن من عدة مستويات بريطانية، سواء في الحكومة أو في البرلمان أو في المعارضة، الخطاب واحد، هو انتقاد، وانتقاد بلهجة قوية جدا وحادة، ومطالبة بتحقيق وتحميل المسؤولية، بل هناك مطالبات بوقف الحرب. فكرة استدعاء السفيرة الإسرائيلية في حد ذاتها في لندن هذه فكرة يعني لم تحدث كثيرا في السابق.